ما زالت الإجابات والدخول في الاستبيان؟ ما هو موقفك في انتخابات الإعادة؟ عدد الذين صوتوا حتى الآن 13,325 على الفيسبوك، 87% منهم قال سأصوت لأحد المرشحين، 5% سأقاطع، 8% سأبطل صوتي على الاس ام اس 2741. 91% منهم قال سأصوت لأحد المرشحين، 3% سأقاطع، 6% سأبطل صوتي. نحن الآن في الجزء الأخير من هذا الحوار له علاقة بأفكار ومشروعات المرشح المحترم إذا ما أصبح رئيسا للبلاد نتيجة الانتخابات التي تبدأ يومي السبت والأحد المقبلين بإذن الله. السؤال الأول سيدي هو أول نقطة بنفكر فيها هي إنه الشباب، حضرتك تتحدث كثيرا عن الشباب وإنك أنت برنامجك يفكر في كثير من مشروعاتهم. أولا ماذا تفعل للشباب؟ النقطة الثانية هل هذه وعود انتخابية أم هي وعود محددة ببرامج زمنية محددة بإمكانية أن نعود إذا ما أصبحت رئيسا ونسألك ونتابعك ونراقبك إذا ما أوفيت بهذه الالتزامات، نعم أم لا؟ شكرا يا فندم. اعتقد ان احنا يمكن لمسنا هذا الموضوع قبل كده فندم سيجمنت سابق، موضوع الشباب وما يقال عن ضروره استعادتهم لثورتهم اللي يعني اللي فقد. لكن انا بتكلم على اول 100 يوم. والحقيقه هو هيبقى في الاتجاه، بمعنى انا نفس مشروعاتي قائمه بترتيبها زي ما قلت لسيادتك قبل كده. اول شيء انا بشوفه بشوف مصابي وضحايا وجرحى واسر شهداء الثوره فورا في اول قرار، وده اللي قلت لحضرتك بعد كده تراجع لي. بنزل بعد كده لمشاريعي اللي هقوم بيها للشباب، وهي مشروع الاسكان بالدرجه الاولى، مشروع اسكان الشباب بالدرجه الاولى، التعويضات الخاصه بالمتعطلين عن العمل لحين حصول على الوظيفه المضبوطه، ده بالنسبه للي ما اشتغلش. بالنسبه للي بيشتغل التامينات المطلوبه مع وحدتهم التي يعملوا بها تحت اشراف الحكومه برضو لتوفير المبالغ المطلوبه في حاله الاستغناء عنهم الدائم او المؤقت من الوظائف اللي هم بيعملوا فيها. إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وليه؟ لأن دي مش هتحتاج وقت، دي مصانع جاهزة وكوادرها جاهزة وكل شيء جاهز، وعندنا 2300 مصنع بالشكل ده أعتقد يغطوا قطاع كبير جدا. المشاريع الضخمة أسرع في تشغيل الشباب من المشاريع البسيطة. ليه يا فندم؟ لأن حضرتك بتيجي شركة كبرى أو منتج رئيسي بيعمل عندك مصنع للبراند بتاعه أو لمنتجه، بدام هو رئيسي وحيقعد لفترات طويلة وبيشتغل على مستوى الدولي، هتجده حراك بينشئ المدارس التدريبية بتاعت إعداد الفنيين والكوادر اللي هتشتغل في هذه المصانع قبل ما يبتدي يحط الأساس بتاع المصنع نفسه. يبتدي يعين من ابناء المنطقه اللي هو جاي عشانهم، هو جاي عشانهم عشان طبيعه التوزيع، عشان يبتدي يعين منهم مؤقتا عشان تكون فترات دراستهم في وهو محتضنهم كعاملين عنده. طيب انا علشان انصر الوقت معلش هضطر انقلك لنقطه ثانيه. النقطه الثانيه هي انه حضرتك تتحدث عن خزانه الدوله مهدده وبسبب انخفاض الاحتياطي النقدي الموجود في البلاد وعدم وجود استثمارات، ما هي الإجراءات الأولى التي ستتخذها فورا يعني إذا ما أصبحت رئيسا في هذا المجال؟ استرداد الثقة مع المستثمر الخارجي والمستثمر الداخلي. الداخلي المصري اللي شايف فلوسه تحت البلاطة وهو محق في ذلك لأنه خايف مش عارف الأبعاد إيه، لابد إن احنا نبني جسور الثقة بيننا وبينه اللي تخليه يطلع عن سطح الأرض، خصوصا
ان احنا لو كان هذا هو المنهج مع العالم الخارجي مع مؤسسات الاقراض المالي المؤسسات العالمية، اعتقد ان احنا في مسيس الحاجة او ما احنا يعني شديد الحوجة الى ان احنا نطمئنهم الى دولة امنة مستقرة تحترم توقيعها مع المستثمر الاجنبي والمؤسسات الدولية، تلبي كل ما يعني تحتمه الظروف من ارتباطات خاصة بالتعاقد. اذا عادت الثقة تدفقت. حضرتك لما تتحدث عن دولة امنة كان الحديث على انه المؤسسات او السيادية مثل الشرطة والجيش والمخابرات انه اذا ما كان الحكم في يد قوة او نظام جديد انه قيادات هذه المؤسسات يعني تتأثر بالشكل السياسي، يعني البعض كان يتخوف انه اذا وصلت جماعة الاخوان فتصبح قيادة المخابرات قيادة امن الدولة وقيادات الجيش من الاخوان. هل حضرتك تريد ان تخرج هذه المؤسسات من 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 الاتجاه السياسي؟ لا لصالح عام ولا معمول به في الدنيا، ويبقى احنا خلطنا الامر خالص وفقدنا كل دول، فيش حاجة، دول بعيدين يعني هذه تمام. المؤسسات هي مسؤولة عن نفسها وعن قيادتها، دول بعيدين تماما يا فندم. ده ما يمنعش ان انا في شاب منخرط في السلاح الفلاني او في الشرطة او هنا او هنا، وهو عاطفيا والده ضالع في الاخوان، عارف بالك، هو يعني انا مش هحاسبه عليه في قلبه، لكن هو نظاميا هو ليس له علاقة نهائي بمثل هذه المنظمات، قلبه مش حاضر اقرب له. طيب عندي سؤال يا فندم، هل الرئيس الجديد اذا كان احمد شفيق هيسعى ان يكون له حزب سياسي خاص به؟ الحقيقه الموضوع ده فندم بعيد عن ذهني دلوقتي، لان على الاقل لو انخرطت في حزب النهارده فانا مطلوب مني، واذا كان مش مطلوب مني لازم نعمل انها جديده علينا. لا، لانه كان من اخطاء النظام السابق ان هو يرأس حزب الاغلبيه، فبالتالي عظيم حسب على عظيم الرئيس. لا انا بقول انا بقول مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا ان احنا نضمن ذلك في الدستور الجديد، ان على الرئيس المنتخب ان يا اما يجمد عضويته في حزبه او يستقيل من حزبه او واتبر كان الشكل ايه، ولكن لا عمل حزبي اثناء فترة الرئاسة. طيب نيجي لقضايا مهمة جدا حضرتك اتكلمت عنها فيما يختص بالمرور، فيما يختص بوضع شكوى الناس من الانابيب البوتاجاز، من الاحتياجات اليومية، مثل هذه الامور. هل في المائة يوم قبل ان تكون قد شكلت الوزارة هل ستستطيع ان تفعل شيئا، ولا الامور كلها مرتبطة ببرنامج الحكومة؟ كل ما هو متعلق فندم بالنظام وبالديسيبلين او الالتزام ما بياخدش وقت في التنفيذ ابدا. حضرتك تقدر تعيد المرور الى احسن حالاته بمنتهى السهولة بمجرد ان حضرتك تقول اعتبارا من بكرة الساعة كذا العربيات اللي واقفه صف تاني هيبقى نظامها كذا، اعتبارا من بكره الساعه كذا العربيه اللي طالعه في اتجاه معاكس هيبقى نظامها كذا. خلاص، المهم ان حضرتك بتصدر القرار اللي بيريح الجمهور، بيريح عموم الجمهور. بعض الناس بيتشككوا هذا السوبرمان كيف يستطيع سوبرمان في اول في اول 100 يوم ان مثلا يتعامل مع القمامه، مع انابيب الغاز، سوبرمان مع ليه مع المرور زي ما حضرتك قلت يوم واحد. يا سيدي الفاضل، ده اسهل حاجه القياده دي، ده حضرتك ما عليك الا انك تصدر قرار، بس يكون عليك المتابعه، يكون عليك دقه الاختيار للرجال اللي هينفذوا. لكن انا بعتل على كتفي، يعني حتى دي مش هعملها، ده انا بدي اوامر. يعني ده انا بقول الزباله ما تبقاش هنا بقى، واسال هتقدر تعمل ايه؟ انا نفسي وانا في مجلس وزراء كلمنا مره في موضوع الزباله وانفعلت الحقيقه في الموضوع، وجيت في اخر الكلام قلت له يا دكتور نظيف اديني، انا مش وزير طيران، اديني حي من احياء مصر الجديده وانا هفرجك هيتنظف ازاي الى جانب عملي. ليه؟ بقى في فكره وفي جرأة في التنفيذ وفي متابعة سريعة هتنظف هتعمل. لكن احنا للأسف الزبالة أصبحت جزء من حياتنا، خلاص اعتدنا عليها بقت في مكانها. طيب وهكذا.
أنا للأسف عشان الأذان قرب ففي سؤال هو المفروض صور بس أنا حقراه. الدكتور حازم الببلاوي بيقول: هل ينوي الفريق الشفيق وضع رؤية لعدة سنوات لتخفيف أو تقليل الدعم وترشيده بشكل أن يقل بشكل ملحوظ؟ الحقيقة هو مش الفريق شفيق، هو الفريق شفيق والدكتور حازم الببلاوي والدكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان والأساتذة الفلانيين بيقعدوا يحكفوا على دراسة الموضوع، لأن الترشيد لازم، الدعم لازم يرشد. يرشد مش يعني يتلغي، يرشد يعني بدل ما بدي 2 جنيه هنا وجنيه هنا أشيل ال 2 جنيه دول أخليهم على الجنيه ده يبقوا 3، لأن ده ما استحقش. طيب بس بالنسبة لأول 100 يوم يا فندم، الناس هتبقى منتبهة ليك، بتحاول ان هي تتابعك ترى كيف ستتصرف حضرتك اذا ما اصبحت رئيسا. هل تعد الناس انه اذا ما انتخبتموني ستروا قرارات عملية تنفيذية ملموسة على الارض؟ يعني هو مش عيب، لان دي يعني حد كان، هو انا معتاد على ذلك، ده أنا متمرس على ده. يعني أنا حياتي كده والمعروف عني كده، وأنا من غير ما أتكلم لو حضرتك بصيت في ملفاتي هتلاقيها بتقول كده. فده بالعكس، ده لو ما عملتش كده مبقاش هي طبيعتي. يعني من يعطيك صوته يطمئن إلى أنك ستفي بالوعود. عشمي أني أقدر أعمل كده وأعد أني أعمل كده بإذن الله. سيدي أمامك آخر دقائق في هذا الحوار، وهي الدقائق التي تسبق يعني خلاص ساعات على الصمت الانتخابي. نحن دخلنا في اليوم الجديد اللي هو يوم الجمعة وبقي دقائق على أذان الفجر. متاح لحضرتك أنك تنظر إلى الكاميرا، تتحدث إلى جماهير الشعب المصري التي تسعى إلى اكتساب أصواتها، وتقول لهم كلمتك الأخيرة قبل أن يذهبوا إلى صناديق الانتخابات. من سيعطيك صوته؟ من لن يعطيك صوته؟ من هو متردد؟ من يريد المقاطعة أو من يريد أن يبطل صوته؟ ماذا تقول له؟ أنا بشكر حضرتك وبشكر السادة الكرام الحضور، وأنا بعتذر على الإطالة، لكن أنا في نطاق البرنامج اللي حضرتك كنت متخيل والله إن دخلنا في الساعة 4. كلمات مكتوبة أنا هستأذن في نقولها، مش هتاخد نفس الوقت. لا هذا حققت. أنا قلت اليوم في آخر حديثي بقول: شعب مصر العظيم، هذه لحظتك وهذه فرصتك، لحظة التغيير وفرصة الانطلاق للمستقبل. لن تكون المهمة سهلة وسيكون الطريق طويلا، ولكننا قادرون بإذن الله على مواجهة هذا التحدي. لدي إيمان مطلق بقدرات هذا الشعب. المصريون الذين حققوا المعجزات في الماضي قادرون على بناء مصر الحديثة. لقد انتهى وقت الأحلام الصغيرة، لتكن أحلامنا بحجم مصر، مصر الكبيرة، مصر الرائدة. سوف نفخر بكوننا مصريين، سوف يكون جواز السفر المصري تعبيرا عن قيمة كبيرة، سوف نثق في أنفسنا ونقود تطورنا، سوف نجعل بلدنا بإذن الله وطنا عصريا، سوف تكون مصر بلدا أفضل، لن يكون هذا إلا بكم ومعكم. لقد تكلمنا كثيرا، والآن علينا أن ننتظر كلمة مصر. حان الوقت لكي نستمع إلى تلك الكلمة المهيبة، كلمة مصر. عاشت مصر عزيزة مكرمة، وأشكر لحضراتكم حسن الاستماع وبعتذر للإطالة تماما. سيادة الفريق، تسمح لي في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتك على صبرك وتحملك لأسئلتي، وأتقدم بس بتوضيح صغير لإخواننا على الفيسبوك والتويتر وبعض الذين يشاهدوننا، إنه أسئلتهم التي بعثوا بها جزء منها ضمناه من ضمن الأسئلة الموجهة لحضرتك. الجزء الإيجابي من الأسئلة كان من أنصارك، الجزء السلبي كان من خصومك، وجزء كبير من الأسئلة هو من هيئة تحريرنا وزملائنا برئاسة الأستاذ محمد هاني وشخص الضعيف. نحن هنا لأداء مهمة، فبنقول لمن يعتقد أنه كانت فيه أسئلة هادئة
فهذا واجبنا، ومن يعتقد أن كانت هناك أسئلة ساخنة هذا واجبنا. واجبنا ليس الدعاية لمرشح أو القصاص من مرشح، واجبنا أن نؤدي عملنا بكل الحرفية. هكذا هي السي بي سي. في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتك، ونتمنى أن تمر مصر من هذه المرحلة بانتخابات سليمة ونزيهة، واختار الشعب المصري بعد إرادة الله سبحانه وتعالى مرشحه الذي يريده، وفي النهاية نرتضي النتيجة بصرف النظر عن من هو الفائز. شكرا لكم، وليحفظ الله مصر من كل سوء.